بالنسبه للتضحيات في قد ما نتكلموا على الثوره الجزائريه مازال ما عطيناهاش حقها ومازال ما تكلمناش عليها. انا نحب نقول باللي احنا من جهتنا حاولنا ان نتكلموا على المشاركه نتاع الاطفال بالعفويه نتاعهم بالبراءه نتاعهم اللي يشاركوا في هذه الثوره ومدوا اشياء كثيره اللي ربما هما ما همش عارفين قيمتها، لكن لما نشوفوا قيمتها نسيبوا عندها قيمه كبيره. لما نطرقوا للحديث بالنسبه للحكايه نتاعنا في الفيلم، هي المشاركه تاع الطفل انه حاول يحمي الكلب تاعو باش ما يقتلوش المجاهدين، لانه كاين يبحوا على المجاهدين ربما يشكلوا لهم خطر وفرنسا تفيق بهم. الور انايا حبيت ان تكون الفكره انه الطفل هذا من خلال القصه تاعو نحاولوا نوصلوا فكره ونوصلوا اشياء اللي ربما مازال ما طرقوش لها بزاف، يعني بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف بفيلم همسة الفجر مع الاستاذ كمال رويني للاطفال ليحكي على الاطفال في الاستعمار، وان شاء الله ينجح الفيلم. بالنسبه للفيلم على كل حال ادينا هذا الفيلم اللي يعطي حقيقه من حقائق الثوره الجزائريه، يعني في مناطق الجزائر كانت تجربه رائعه ورائده، وكان يعني كان عندنا حظ كبير انه المخرج كمال رويني اتحنن هذه الفرصه باش نقدروا نخرجوا للشاشه ونعبروا على حقبه تاريخيه.